السلام عليكم. في خبر غريب من ألمانيا، الشرطة تصادر 87 ألف يورو من العريس والعروس في يوم زفافهم. في مدينة فرانكفورت، عروس وعريس من الجنسية العراقية بحسب الصحافة الألمانية، يعني سووا حفل زفاف وتجوزوا وكانوا فرحين ومعازيم وموسيقى وصالة وكل شيء كان تمام. طلعوا من الحفلة، من حفل الزفاف، ركبوا سيارتهم وبدهم يروحوا المنزل لبيتهم، ولكن الشرطة وقفتهم على الطريق السريع في مدينة فرانكفورت. وقفتهم ما بين عدة سيارات. أولا العريس كان عم يسوق السيارة ما توقف، ولكن بعدها اتوقف بشكل إجباري. المخالفات اللي مساويها، ما عنده شهادة سواقة أولا، فوغا شاين ما عنده. وبعد تفتيش السيارة وتفتيش العروس اتبين أنه عندهم 87 ألف يورو. طبعا راحوا للتحقيق، راحوا للمخفر. العريس عم يقول انه في اخبارية بحقه، في شخص اخبر الشرطة انه طلع من حفل الزفاف وركب سيارته وهو حاليا على الطريق رقم الفلاني. يعني عم يقول في اخبارية كمان. هل في امر بتفتيش العروس؟ ما حدا بيعرف، ما ذكروا. هل من المسموح تفتيش السيارة والعريس والعروس اذا ما في امر، او اذا ما في مذكرة يعني كتابة خطية؟ كمان حقيقة مو مذكور. ولكن لقوا معهم 87 ألف يورو. العروس والعريس عم يقولوا انه هذا 87 ألف يورو هن هدايا العرس، هدايا يوم الزفاف. ولكن الشرطة الألمانية ما عندها هيك شيء، يعني ما في شيء اسمه بألمانيا هدايا زفاف مصاري كاش. هذا يعني غير قانوني، مخالف للقوانين. إذا ما في فاتورة، حتى لو جبت هدية اشتريتها من مكان ما، وإذا ما في فاتورة وكان في تدقيق، فهذا الشيء بيعتبر يعني كأنه مثل مصاري وغسيل أموال أسود. فالآن راح يكون في حقيقة إجراءات ضد العروس والعريس. طبعا المحامي كمان، وكلوا محامي، المحامي موقفه كمان صعب. يعني عم يقولوا إنه ما في شيء اسمه بألمانيا هدايا عرس نقدية، عم نحكي عن 87 ألف يورو بحسب ما ذكر بالإعلام الألماني، مبلغ كبير جدا. ممكن حدا من الأشخاص يطلع أنه يقول 87 ألف يورو هدايا عرس، يعني شيء حقيقة غير طبيعي. ولكن إذا كانوا المعازيم كتار، خاصة من جنسية عراقية، بيكون مثلا معازيم 1000 2000 3000 شخص، فحتى 3000 شخص شلون بده يسعوا بصالة؟ فالموضوع حقيقة في غموض شوي حول التفاصيل. ممكن مستقبلا نشوف كيف راح تصير الامور، العروس والعريس على الجوب سنتر كمان للمعلومه. فهذا اللي صار حقيقه في مدينه فرانكفورت، يوم زفاف، يوم عرس، على اساس يوم فرحه اتحول لكابوس وتحول لمشكله كبيره. ونقول لهم الف مبروك، وان شاء الله مستقبلا نشوفوا ايام حلوه مع بعض. العمل 4 ايام في المانيا بدل 5 ايام بالاسبوع بنفس الاجر وبنفس عدد الساعات. طيب هل هذا راح يكون مفيد او لا؟ ممكن يعني قسم كبير من الموظفين، من العمال اللي بيشتغلوا في المانيا، يقولوا ايه نعم نحن مع هذا الشيء. ولكن في نقابات عمال هي ضد هي الفكره. فلهذا الشيء كان في دراسه في مدينه مونستر بمقاطعه شمال راين نورثاين فيستفالن، شارك فيها 40 شركه طوعا لتجربه هذه الفكره، العمل 4 ايام، هل راح تكون سلبيه ولا إيجابية؟ جربوا هاي الفكرة بأربعين شركة لمدة 6 أشهر. للمعلومة حاليا في قطاعات بألمانيا مثل قطاعات الحديد الصلب والأعمال الشاقة بتشتغل 4 أيام، ولكن قليل كتير. فعم يقولوا أنه الجوانب الإيجابية أكثر من السلبية، يعني عم نشوف ولو زيادة طفيفة بالإنتاج، مزاج الموظف يعني، وحتى يعني عدد كبير من الشركات بدأوا بالإعلان. يعني إذا بيكتبوا إعلان بدنا موظفين، بيكتبوا من ضمن المزايا، من ضمن الأشياء الإيجابية اللي بيقدموها للعمال، العمل 4 أيام بدل 5 أيام. فهذا الشيء راح يكون حقيقة عامل جذب ليجوا الناس يشتغلوا بهاي الشركة. ولكن مثل ما قلنا، بعض العمال، بعض الشركات، نقابات العمال، أرباب العمل على وجه التحديد، ممكن يكونوا ضد هاي الفكرة. فبتمنى تشاركونا آراءكم بالتعليقات. هل أنتم مع العمل 4 أيام حتى لو كان في ساعة ساعتين زيادة عمل نفس الأجر؟ ممكن أشخاص يقولوا لك نعم نحن
مع هذا الشيء 4 أيام عمل، 3 أيام عطلة، ممكن نروح نشتغل عمل تاني، ممكن نستريح بالبيت، ممكن نروح نتجول، ممكن نروح على مدينة تانية سياحة، يعني استكشاف أشياء جديدة، ممكن نقضيها مع عوائلنا. ونسبة ممكن تقول لا، نحن ضد هاي الفكرة، والنظام اللي نحن حاليا فيه هو أفضل وأحسن من عمل 4 أيام، يعني نكون مرتاحين، نشتغل بدون ستريس بدون ضغط أحسن من العمل 4 أيام. شاركوني آراءكم بكل شفافية ومنطقية حول هذا الموضوع بقسم التعليقات. خبر غير سار لسكان ألمانيا، للأسف الشديد الغاز راح يرتفع سعره ابتداء من عام 2025. طبعا حاليا في شركات يعني المشغلة لشبكات الغاز، يعني هي اللي بتمدد، هي اللي بتشيب، هي اللي بتسوي، هي بتاخد تعطي، بتوصل الغاز من المراكز الأساسية في ألمانيا لا البيوت ولا المدن، يعني هي تهتم بكل شيء، عندها شركات كبيرة، عندها عمال موظفين بيشتغلوا بهاي الشركة. فهي الشركات، ثلثي الشركات اللي بتشتغل بتوصيل الغاز للبيوت، أعلنت أنه بداية من العام المقبل راح يكون في 20% زيادة، و10% من فاتورة الغاز بتروح لهي الشركات. إذا سوينا نسبة وتناسب يعني راح يكون في زيادة ب5% للفاتورة. يعني على سبيل المثال، إذا عائلة عم تصرف 40,000 كيلو واط ساعي سنويا، ففاتورتهم راح تكون زيادة 103 يورو السنة الجاية، 103 يورو سنويا. يعني إذا يعني حسبناها على 12 شهر، ممكن 8 إلى 9 يورو شهريا ممكن يدفعوا زيادة. فهذا الشيء كمان حقيقة قادم لسكان ألمانيا، أنهم راح يدفعوا أكثر فاتورة الغاز. شاركونا آراءكم حول هذا الموضوع. كمان ممكن تغيروا الشركة، يعني ممكن تروحوا لشركة تانية تشوفوا هي أفضل بالنسبة لكم أو أرخص بالنسبة لكم، تروحوا تشتغلوا وتسووا عقد معها، فأنتوا حرين. غالبية الألمان ضد إرسال السلاح إلى إسرائيل، وفقا لمسح أجرته وسيلتين إعلاميتين ألمانيتين. أتبين من خلال هذا المسح استطلاع للرأي أن 60% من المشاركين بهذا الاستطلاع رفضوا تصدير الأسلحة الألمانية لإسرائيل، 31% قالوا نعم نحن مع إرسال الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، و9% من الأشخاص اللي شاركوا لا قالوا إيه ولا قالوا لا. طبعا بالرغم من كل هذا الشيء والاستطلاع والرفض، مستشار ألمانيا أكد التزام بلاده بتزويد إسرائيل بالأسلحة، وقالوا إن ستكون هناك عمليات إرسال بشكل دائم ويمكن لإسرائيل الاعتماد على ذلك. يعني ألمانيا راح تدعم إسرائيل حتى يعني على الأقل في ظل هاي الحكومة، يعني تقريبا سنة لقدام راح يكون في تصدير الأسلحة الألمانية لإسرائيل. طبعا كثير من دول بعد حقيقة الحرب في غزة أوقفت تصدير الأسلحة لإسرائيل، ولكن ألمانيا مستمرة بدعم إسرائيل. أصدقائي أحبتي، هيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لحسن المتابعة والمشاهدة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والتفاعل مع الفيديوهات. نلقاكم بفيديو آخر، دمتم بخير والسلام عليكم.